خلفت سنوات من الفساد وسوء الإدارة وضعا اقتصاديا كارثيا في العراق، ليضاف إلى باقي الأوضاع السياسية والأمنية والخدمية التي تعاني أزمات مماثلة. خبراء في الشأن الاقتصادي رسموا صورة قاتمة لما سيكون عليه اقتصاد البلاد خلال عام 2021، متوقعين استمرار العجز الكبير في الموازنة حتى في حال ثبات الكميات المصدرة من النفط. وافترض الخبراء عدم حصول تغيير واضح في السياسات الاقتصادية للبلاد في ظل الأزمة المالية التي يعيشها العراق بعد انهيار أسعار النفط وتبعات جائحة كورونا. أنا أعتقد أنه العام 2021 ليس عاما سهلا على العراقيين، خاصة أنه المشهد السياسي سيغلب على المشهد الاقتصادي. عندنا انتخابات مبكرة، هذه تتطلب جهود استثنائية لفرض الأمن، لإجراء انتخابات نزيهة، وبعد ذلك نجد أن المشهد الاقتصادي راح يكون أيضا مؤثر. أسعار النفط قد لا ترتفع بالمستوى الكبير اللي ممكن أن يحقق احتياجاتنا. السياسات الاقتصادية أنا أعتقد أنه غير مناسبة للدخول في عام 2021، خاصة مع تنظيم هذه الموازنة بهذا الحجم الكبير. قد لا تقرر الموازنة، وبالتالي أيضا أعتقد البوصلة الاقتصادية ستكون تائهة خلال عام 21. وتشير التوقعات إلى استمرار الأزمة المالية في العراق بسبب الاعتماد على الاقتصاد الريعي القائم على الواردات النفطية وعدم تنويع مصادر الدخل في ظل العجز الحكومي عن السيطرة على المنافذ وانهيار قطاعي الزراعة والصناعة. التوقعات الاقتصادية على الاقتصاد العراقي والأزمة سوف تستمر، خصوصا أنه الاعتماد الاقتصاد العراقي على الواردات النفطية بشكل كبير، عدم وجود قطاعات الصناعة والزراعة وكذلك المنتجات المحلية، كل هذا لن تعطي تغيير واضح ملموس في سنة 21. أيضا الأزمة وكذلك جائحة كورونا أيضا سوف تلقي بظلها على اقتصاديات العالم، وبالتالي سوف يكون تؤثر بهذه الجائحة. خيارات صعبة ومستقبل قاتم بانتظار العراق في عام 2021 في ظل التقلبات الاقتصادية وعدم وجود خطة واضحة لإدارة البلاد، لتأتي الإجراءات الحكومية الجديدة في موازنة العام المقبل وتزيد من حجم المخاطر التي سيدفع ثمنها المواطن البسيط. العراق سيشهد عام 21 عام صعب جدا بسبب التقلبات الاقتصادية وعدم وجود خطة واضحة لإدارة البلاد ماليا واقتصاديا، إضافة إلى الإجراءات والحزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة العراقية في موازنة 21 من تخفيض سعر صرف الدينار العراقي وتخفيض الرواتب وفرض ضريبة مبيعات وترفع أسعار الوقود، إضافة إلى بقاء جائحة كورونا كما هي عليه. عام صعب آخر يمثل امتدادا لعام 2020 كنتيجة طبيعية لسنوات من التخبط والعشوائية في إدارة موارد الدولة عبر ساسة وأحزاب نهبوا خيرات البلاد وسخروها لمصالحهم الشخصية ولصالح الأجندات الخارجية التي تحركهم.